أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من A1 TV. أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس أن نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام بلغت 60%. وقال أبو قديس في مؤتمر صحفي أن نسبة النجاح للجامعات بلغت 46.2%، مشيرا إلى أنها من الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية. نلاحظ احنا نسبتنا كنسبة نجاح عامة لكافة الطلبة هي تقريبا يعني من اعلى النسب اللي كانت في الاربع سنوات الاخيرة كنسب نجاح. اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية على الإجراءات الحكومية لإعادة فتح قطاع التعليم، وتابع جلالته خلال اجتماع حضره سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد سير آليات استكمال الطلبة لحصص الفاقد التعليمي، مؤكدا أهمية التركيز على توعيتهم بالفترة التعويضية وضمان التزامهم بالحضور. وشدد جلالته على أن أي إجراء يتم اتخاذه يجب أن يراعي مصلحة الطلبة التعليمية بالتوازي مع الحفاظ على سلامتهم، لافتا إلى دور البرامج الإرشادية في ضمان استكمال المسيرة التعليمية وأهمية حث الجميع على الالتزام بمعايير السلامة المعتمدة ومواصلة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا. قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن الأرقام والبيانات الخاصة بالحالة الوبائية في الأردن تشير إلى ثبات في أعداد الإصابات الأسبوعية ونسبة الفحوصات الإيجابية إلى جانب استقرار في معدل الوفاة. استشهد فجر الاثنين 4 شبان فلسطينيين خلال مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها. وتصاعدت في الأشهر الأخيرة عمليات المقاومة في جنين والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال بالأسلحة النارية أدت لاستشهاد عدد من المقاومين. اندلع حريق كبير أمس في غابات جبال القدس مما دفع شرطة الاحتلال الإسرائيلية إلى إخلاء البيوت في إحدى المستوطنات التي وصلت إليها النيران. وقالت مصادر عبرية أن الشرطة أخلت بيوتا في مستوطنة بيت مئير بعد وصول النيران إلى الصفوف الأولى من بيوت المستوطنة، وغطى الدخان المتصاعد من الحريق سماء مناطق واسعة في القدس وبيت لحم والمناطق المجاورة. دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته الديمقراطي إلى الاستقالة على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان، ما اعتبره سوء إدارة من جانب جو بايدن لملفات أخرى مثل الجائحة. وكتب ترامب في بيان حان الوقت كي يستقيل جو بايدن بسبب عار ما سمح بحدوثه في أفغانستان جنبا إلى جنب مع الارتفاع الهائل في الإصابات بكوفيد وكارثة الحدود وتدمير استقلال الطاقة واقتصادنا المعطل. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.